أنا حلمي أزور الكعبة، صار لي هون صار لي مثل 5-6 سنين بدي أروح أزور الكعبة، أروح على الحج وما عم تتيسر معي. هالإنسان من جي راح حج هو ومرته وحماته، قال لي يا ستي هيري حالك سنتي الجاي إن شاء الله مشان نروح أنا وياك. قلت له إن شاء الله، وما ما عم حد عم يصر لي يطالع لي جواز سفر وأروح على الحج، مالي غير الله بدي أروح على الحج. والغنم بيقولوا لي بدك تاخذي جنسيه، قلت لها جنسيه شو؟ بدي اروح على الحج وبس، بدي جواز سفر. مين بدي طالع لي؟ ما حد عم يطالع لي. جنسي بنت راحوا على الحج هو وبنتي ومرته. قال هيري حالك سنت جاي يا ست ان شاء الله بنروح انا وياك على الحج. قلت له ان شاء الله. ان شاء الله الله كريم. اختي عم يسوي لي اساس، صورني اخويا وابنه صوروني وهي صوروني 4 صور مشان قال لي طالع لي جواز سفر من سرمدة، هو ساكن بسرمدة. وانه صارت هالهزة وانه اختي وانه مستشهد هو اولاد بنتي 2 وبنت بنتي جريها مكسورات السنتين وابنها مكسورة اجرهم جروح الله يرحمه. والله شقد زعلت عليه، زعلت شقد زعلت عليه وعلى اولاد بنتي. الله يرحمهم يا رب، الله يرحمهم، الله يفرجهم، الله يفرجها من هالهزات وهالزلزال، الله يفرجهم. صار لي 5 سنين عم اجمع مصاري وما بيكفنا. عندما صار هالانسان بده ياخذني على الحج، جت هالزلزال هدت دارهم وتوفى واستشهد الله يرحمه. الله يرحمه وريته بالجنه والنعيم، هو اولاد بنتي كمان اخطي كمان. يا ويله الله يرحمه. حلمي اروح على الحج، ازور الكعبه، ازور الرسول. هذا هيك، هذا حلمي إن شاء الله. الله ييسر علي، بعت لي ابن حلال يسعى لي فيها وأروح الحج إن شاء الله. والله يطعمها لكل مشتهى يا رب.